عدد من خطباء الجمعة في بغداد الجماهير إلى المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات لضمان حصول الحقوق التي قد تسلب في حال عدم المشاركة، حيث شدد خطيب جامع أبي بكر الصديق في منطقة الغزالية ياسر المشهداني على ضرورة اختيار الشخصيات المناسبة التي تمتلك من المقومات ما يضمن تنفيذ مطالب الجمهور وخدمته. لأنها متعلقة بحقوق العباد واستحصالها، فإن عجزنا عن الذهاب تذهب الحقوق. أيها الأحباب، القوي الأمين الذي يستطيع استحصال الحقوق لأهله، لا نريد ترشيح ضعيف ولا نريد اختيار ضعيفا، لا نريد أن يختار الضعفاء لأنهم لا نستحصل بهم الحقوق. نريد شخصية قوية، والشخصيات القوية نريدها كسالفها ممن كان عندنا من الشخصيات ولا زال والحمد لله يعمل في الساحة، من داعى بحقوق إخوانه المعتقلين.